مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مرة أخرى من محيط سوق قريع الشهير. عملية تحرير الملك العمومي ما زالت مستمرة. الحملة بدأت من سوق بوجدور ووصلت لسوق قريع الشهير، والآن في المحيط ديالو العربات العشوائية المحتلة للملك العمومي، فكيتم التجميع ديالها من أجل فتح المجال أمام العموم. ودخنك بالله دي ماكلة دي وسط الطريق. شوف
حنا كنا درنا لك محضر على قبل هذا الشيء. اش كتلقي فيه؟ اش كتلقي في هذا الشيء؟ عاوتاني اش غاشاف فيما يتلقاش؟ اش فيما يتلقاش؟ هذا الشيء فيما يتلقاش؟ دابا اليوم ما كاين حتى واحد ما كيبغي نتبادل. لا حول ولا قوه الا بالله. شفت بنادم الناس كيجيو يشربوا شي عصير كيقول لك 100 دريال الكاس كبير. مشي شد كيمشي كيقول ليه صوبيا نص ديال الحمل عاود ب 5 درهم. ديال هذاك معروف هذا. دابا راسي جات هي دابا شتي قدام امام المباشر حنا اللي طالعين مباشر كنشوفوا هذا الشيء. تفاح خامج البان الخامج. كاس كبير ب 5 دراهم كضرب ديال لافوكا ب 5 دراهم. يلا يلا. اذا ربما تبعتوا واحد اللقطه ديال الفاكهه خامجه التفاح والبنان. زيد دابا داك التفاح الخامج كينقيو كهذو من الطرف الخامج وكتعصر الباقي. واش كيحيدوا الطرف الخامج ولا لا؟ راه ما نظنش ما نظن صاحبي ولكن داك الشيء راه كيأثر اصاحبي. ما يمكنش ما يمكنش صاحبي انا باش تجيب سلعه ما قلتش بها لعباد الله. اذا مشاهدي قناه شفت بهذه الحمله ديال الجلسه المحليه بعدو من الماكله ديال الزنقه. التفاح خامج والبنان الخامج كيحيدوا منه ذاك الطرف الخامج ويعصروا الباقي. إذا العصير اللي كيتباع ب 5 دراهم ولا ب 3 دراهم انتم ربما شفتوا شنو كتشربوا. كلشي خامج كتقطع داكشي الخامج ويتلاح الصحيح. ما اصلا داك اللي كيبقى صحيح من داك الخامج راه اصلا هو مضر للصحه. عاد نتكلموا على النظافه.